وصل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. الثاني على حب الإمام الصادق. الله صل على محمد وآل محمد. الثالث على حب الأئمة الأطهار بأعلى صوت. الله صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولانا. السلام لبعض بنيه إن
ابنه قال يا بني اسمع وصيتي واحفظ مقالتي تعس سعيدا وتمت حميدا. من مد عينيه إلى ما في أيدي الناس مات فقيرا، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن جالس العلماء وقر، ومن خالط السفهاء حقر، ومن تبصر عيوب الناس شغل عن عيبه، إلى أن قال عليه السلام يا بني وإياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. هذه وصية الإمام الصادق عليه السلام، وما أحلى وصايا وكلمات أهل البيت. يا بني اسمع وصيتي واحفظ مقالتي، تعس سعيدا وتمت حميدا. ما الذي يحقق السعادة في هذه الحياة الدنيا؟ وأقصد بالسعادة السعادة النسبية، لأنه سعادة حقيقية لا توجد في هذه الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في مشقة، في متاعب، في آلام، في أحزان. آية أخرى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والكدح هو جهد الشديد الذي يبذله الإنسان، كما يقال عامل كادح، يعني عامل متعب أو مجد في هذه الحياة. ويبقى السؤال، هذه السعادة النسبية شنو اللي حققها؟ حقيقة كثير من الناس يكاد أن يكون إجماعتهم بأن اللي حقق السعادة هو المال، كثرة المال. كلما تجمع الفلوس أكثر أنت تكون سعيد. قبل أن نجيب على هؤلاء نقول مما لا شك ولا شبهة فيه، المال هو نعمة إذا اكتسب من الحلال وأنفق في الحلال وأديت منه حقوق الله وحقوق الفقراء والمساكين، هذا يعد نعمة. أما إذا كان المال تم اكتسابه من الحرام أو أنفق بالحرام ولم تؤدى منه الحقوق فيتحول إلى نقمة. ولو أردنا أن ننظر إلى المال بغض النظر عن كسبه، هل يحقق السعادة؟ في الحقيقة لا، بالعكس. عندما نقرأ ونسمع أكثر الناس المهمومين والمومين هم أصحاب الأموال الكثيرة. يذكر أحد العلماء رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة، يقول كنت مسافر إلى فرنسا، فبالصدفة كان أكبر التجار في بلدي كرسية بصفي. يقول بدينا الحديث في الطريق، وإذا صاحبي هذا أصحاب الملايين ضايج. يقول قلت له أنت ليش ضايج؟ كل الدنيا بين يديك. يقول قال لي يا شيخنا نعم، لو كنت أبقى لها فهي السعادة، ولكن إذا فاجئني الموت كل شيء راح يذهب ولم أأخذ معي غير كفني. فيقول قلت له بإمكانك إذا تحب أموالك أن تقدمها أمامك، وإذا ما تحبها بلا شك تبقى خلفك وما تأخذ غير الكفن. قال لي لا أستطيع، يعني هاي أنا لا أستطيع حتى قسم منها أن أعطي، هاي أنا بتعبي وبجهدي. قلت له صدقني لا أستطيع أنام الليل عندما أفكر في هذا الأمر. فيقول هذا العالم الفاضل بقي 7 أيام تقريبا في فرنسا، طلع صاحبنا هذا بالملايين، باقي 3 أيام مراجع. أول يوم يصل إلى بلده قد انتحر. فيقول أول ما رجعت قريت بالصحف هذا أصحاب الملايين الفلاني قد قتل نفسه انتحر. فيقول قل سبحان الله، هذا ذاق كل ملذات الحياة الدنيا، بقى الموت ما ذاق طعمه، فقال خل أذوق طعمه كيف يكون. ما قدر يتحمل، ظلت هاي الفكرة تراوده
انا راح اموت واحتمال اموت واترك الملايين، فما طاقها الى ان قتل نفسه. مؤمن من المؤمنين في مدينة النجف الأشرف يقول هذا أحد التجار، مو مثل هذا، أهم تاجر كبير، يقول كنا طالعين سفرة في خارج في أطراف النجف الأشرف. هذا الرجل كان عنده مشكلة في معدته، ما يستطيع أن يأكل أي أكل ولا مصرف إلا بعض الأكل الخفيف. فيقول بالأثناء وإحنا في طريقنا مرينا على راعي غنم، وإذا بينزل خرجة وأخرج من الخرج رغيفين من الخبز وفص تمر ورأسين بصل، ثم جلس يأكل. فيقول التفتت إلى هذا التاجر، قلت له لو يعطيك عافيته هذا راعي الغنم ايش تنطيه؟ قال والله أعطيه ثلاثة أرباع مالي، أخلي بس ربع يعيش فيه بس كون ينطيني عافيته. هاي النعمة اللي ما يشعر بها الناس، نعمة العافية. فالمال حقيقة بوحده لا يحقق السعادة من دون الإيمان. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول كثرة مال الميت تسلي ورثته، كثرة مال الميت تسلي ورثته. وصدق أمير المؤمنين. الحقيقة هنا قصص مؤلمة باختصار، لأن الحديث بفقرات عديدة، بس مجرد باختصار أذكر هناك من الأولاد من مات أبوهم سكتة قلبية قسموا إرثه، طبعا متأخر دفنه إلى الصباح، قسموا إرثه في الليل، قسموا إرثه في الليل قبل دفنه، وعندما أرجع الله تعالى له الحياة في الليل الصبح قالوا لهم يا أبوكم رجعت الحياة، ما صدقوا. لما نتكلموا وياه من المستشفى وإذا بدأ الحزن والكآبة على وجوههم، فهذا اللي يقول بشرتهم بالعبارة يقول بشرة، يقول قلت لهم أنا بشركم بحياة أبوكم، شو أنتم بدأ عليكم الحزن؟ قالوا شو نقول لكم إحنا البارحة قسمنا الإرث. يقول واحد منهم قال أما أنا فما أرجع، واحد منهم قال حتى لو أصير المشكلة ويادي أنا ما أرجع. تاجر آخر، هذا في الحقيقة العهدة على أحد المؤمنين، يقسم قسم، يقول بعد 9 أيام من وفاة والدهم ترك محلات البيتزا وترك العمارات والبنايات إلى أولاده. يقول مريت في شارع المرحوم، سمعت في طرف الشارع ضوضاء، ضحك وهوسة. يقول تقربت تقربت وإذا شباب وشابات البنات والولد باب بيت المرحوم. شو الناس زفعتهم؟ شنو اللي عندهم؟ فسألت ابن الأكبر، يقول قلت له شنو اللي عندكم؟ قال عمو اشترينا سيارات وذولا أصدقائنا دعيناهم مجرد يباركونا. 9 أيام على وفاته حتى ما خلوا تمر أسبوعين. يقولوا أثار الفرح بادي على وجوههم، وراح المرحوم إلى رحمته حتى يجود الحج هالمرايح. تاجر ثالث، هذا كان خليله خادم، في يوم من الأيام طبعا كان غير ملتزم بدينه، التزم بالأيام بالسنوات الأخيرة والتزم بقوة، تاب إلى الله هذا التاجر. فكان كل يوم من الفجر يأخذ الخادم إلى المسجد ويأخذ له ضياء، لأنه من بيت التاجر إلى المسجد ماكو ضياء، الشارع أظلم. فيقول أخذ ضياء أمامه أوصله إلى المسجد وصلي صلاة الفجر ثم نرجع. يقول في يوم من الأيام جلس مع أبنائه، قال لهم أنا كاتب وصية وأريد تنفذون وصيتي، من ضمن الأمور اللي كاتب بيها أن تبنون أضخم مسجد، هذا يبقى صدقة جارية بعد وفاتي. يقول التفت لابن الأكبر قال له شنو تريد كثر المساجد؟ ما أكثر المساجد، منا كلمة ومنا كلمة. بدأ الجدال والنقاش بين الأولاد وأبيهم، طبعا صار الأب في حالة غضب، قال لهم في حياته ما تريد نفذ وصيتي؟ وتألم وحزن. طبعا عندما جاءت تلك الليلة في وقت الفجر يقول هذا الخادم خرجت معه وخليت الضياء خلفه مو أمامه،
يقول لي لماذا تفعل؟ يقول في الحقيقة ردت أذكره، ردت أنطي درس. يقول قلت له الضياء، عفوا سيد الضياء إذا خلفك ما تنتفع به؟ قال لي ما انتفع به. يقول قلت له إذا حاج يعني أنت في حياتك وتتجادل مع أبنائك والباحة أكيد مثل ما مرتاح تريد أن ينفذون وصيتك ابن المسجد، أنت الآن بادر وابن مسجد، شنو المعطلك؟ قال لي جزيت خيرا، والله الإنسان يغفل حتى عن البديهيات، جزيت خيرا أن نبهتني على أمر أنا غافل عنه. فعلا أنا ليش ما أنفذ الآن أقدم لآخرتي إذا ودي الآن يتجادلون معي؟ فالحقيقة اللي يريد ينفع في ذلك اليوم ماله، واللي عزيز علي ماله أن يقدم بيده. أحد الصحابة قضية مشهورة، هذا توفى وكاتب بأن كل ما عندي من الأموال يوزع على الفقراء والمساكين، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله قال له يا رسول الله كيف نوزع هذه الأموال؟ قال في الحقيقة هذا الصحابي لو كان قد أعطى درهم في حياته أنفقه في سبيل الله أفضل من كل هذه الأموال اللي يقدمها بعد مماته. فالمال بوحده لا يحقق السعادة. يا بني اسمع وصيتي واحفظ مقالتي، تع السعيدة وتمت حميدة. أقول لو كان قضية المال بها خير الله تعالى لأعطاها لأنبياءه ولأولياءه. الإمام الصادق عليه الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام الصادق عليه السلام يقول في يوم من الأيام خرج النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله محزون متألم، فنزل عليه ملك من الملائكة قال يا رسول الله إن ربك يبلغك السلام ويقول إن هذه مفاتيح خزائن الأرض، فخذ منها بما تشاء من غير أن ينقصك عندي شيئا. يعني تبقى أنت رسول الله، تبقى سيد الأنبياء، وخذ من الدنيا ما تريد. ماذا قال النبي؟ قال صلى الله عليه وعلى آله الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. وصدق رسول الله. ومن يرد حرث الدنيا، الله تعالى يقول ومن يرد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الدنيا دار، هاي قاعدة، هاي تتمنى والله تستحق أن تكتب بماء الذهب هذه الكلمات. الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. فقال الملك والذي بعثك بالحق نبيا يا رسول الله عندما أعطيت المفاتيح سمعت ملكا في السماء الرابعة يردد هذا القول الذي قلته، الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. في مقام آخر وهو صلى الله عليه وعلى آله يتحدث مع أصحابه يقولهم ما أنا والدنيا، وما هي الدنيا إلا راكب قد رفعت له شجرة في يوم صائف فأقال تحتها قليلا، يعني من القيلولة نام تحتها قليلا ثم ارتحل. يقولون في الحقيقة هاي الدنيا مثل إنسان جاء متعب في يوم صائف شديد الحرارة وارتاح نام قليل تحت الشجرة ثم جلس وقام وتركها. يقولون هذه الدنيا وما نحن إلا مثلهم نقيم قليلا ثم نرحل. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول من هوان الدنيا على الله إنه لا يحصى إلا فيها ولا ينال ما عنده، يعني ما عند الله إلا بتركها. ما أجمل كلام أمير المؤمنين وما أجمل مواعظها، حكمة من الحكم العظيمة. الدنيا من هوان الدنيا على الله، الدنيا هلقت هينة، الناس تحصي الله في هذه الحياة الدنيا، ولكن في ذلك العالم لا يستطيع أحد أن يحصي الله. ولهذا من هوان على الله، من هوان الدنيا على الله إنه لا يحصى إلا فيها ولا ينال ما عنده إلا بتركها.
تريد رضوان الله، تريد رحمة الله، افهم حقيقة الدنيا. اسهد في الدنيا، اعلم بأن الدنيا هي طريق للآخرة فقط، هي مزرعة الآخرة. ما هو أحد استقر وعاش في الدنيا يجمع لها من لا عقل له، كما قال صلى الله عليه وعلى آله. في يوم من الأيام كان النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله طالع مع أصحابه ويا مجموعة من أصحابه، فمروا شافوا جدي ميت على جانب الشارع، ابن الماعز صغير ميت ومبقى على جانب الشارع. فسأل أصحابه قال لهم هذا كل مساوي عند أهله، فقالوا له يا رسول الله لو كان حيا لا يساوي إلا درهم، فكيف وهو قد أصبح جيفة؟ فقال والله الذي لا إله إلا هو إن الدنيا لأهون على الله من هذا الجدي عند أهله. حقا عجيب، هاي الدنيا اللي يتكلم عليها الناس، التي يتذابح عليها الناس، إنما الدنيا. ويقسم النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله والله الذي لا إله إلا هو إن الدنيا لأهون على الله من هذا الجدي على أهله. الإمام حسين عليه السلام على طول الطريق يقول الإمام زين العابدين من مكة إلى أن وصل العراق يردد هذا القول بين فترة وأخرى، من هوان الدنيا على الله أن رئيس يحيى ابن زكريا أهدي إلى بغي من البغاة. هل تجد الدنيا هينة؟ رئيس نبي من الأنبياء يقطع ويهدى إلى زانية من الزنات. لو ما الدنيا هينة ما يصير هذا، لو ما الدنيا هينة ما يقطع رئيس أبا عبد الله الحسين ويهدى إلى شارب الخمور. حقيقة الدنيا هذه، يا بني اسمع وصيتي واحفظ مقالتي، تعس سعيدا وتمت حميدا، من مد عينيه إلى ما في أيدي الناس مات فقيرا. الفقير كما قسموا علماء الأخلاق إلى ثلاثة أنواع، أكو فقير مال، أكو فقير نفس، أكو فقير شعور بالضعف. فقير المال الله تعالى مدحهم دول الفقراء، إذا كان صابرين وراضين بقضاء الله تعالى وقدره قد يصير لشارة، إذا نفسه طيبة كريمة فقير المال ما مشكلة يحسبهم الله مدحهم أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس الحافة، فالله مدح دوله. وإنما المشكلة مع فقير النفس. ما هو فقير النفس؟ فقير النفس الله تعالى منطيه، الله رازقه، ولكنه يتظاهر مع الناس هو عند القليل أو ما عنده أو لا يملك شيء. هذا في الحقيقة الكافر بأنعم الله. الله تعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن كفرتم من براد به الكفران المطلق، وإنما الكفران بأنعم الله، والدليل على ذلك الشكر يقابل الكفر، مثل الأبيض يقابل السواد، الشكر يقابل الكفران. فهذا كافر بأنعم الله ومعاند وعاصٍ لله، لأن الله تعالى يقول أو في الحديث إن الله تعالى إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثرها عليه. الله تعالى يقول وأما بنعمة ربك فحدث. لا تكفر بنعمة الله وتقول أنا ما عندي، أنا مطلوب، أنا قل الحمد لله، الله تعالى قد رزقني، الله تعالى قد أعطاني. فهذا القسم الثاني هو المشكل. أما القسم الثالث فيشمل كل الناس، كل الناس هم ضعفاء إلى الله. صدق لو واحد عنده ملايين الدنيا
إذا تمرض مرض معين ما لعلاج ما تنفع ملايين ولا ينفع شيء غير رحمة الله. ضعفاء الشعور يا أيها الناس، كل الناس هم فقراء إلى الله تعالى، الغني والفقير. هذا جانب، وجانب آخر يشير الإمام الصادق عليه السلام بقول من مد عينيه إلى ما في أيدي الناس مات فقيرا، يشير إلى مسألة الحسد. الحسد أشار لها القرآن الكريم، وأول خطيئة حدثت في التاريخ كان سببها الحسد. قابيل قتل أخاه هابيل لأن الله تعالى تقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل فحسده فقتله. أخوه أكثر من هذا قتل أخيه. قصة إخوان يوسف أيضا سبب راد يقتلوه ورموه في البئر لأن كانوا يصورون أبوهم يحبه أكثر منهم، أيضا كان سببها الحسد. فالحسد حقيقة من الحقائق. الحسد أكثر ما يكثر بين الأقارب، يكثر بأصحاب العمل الواحد، ويكثر بين الجيران، أما بين البعداء ما يصير حسد عادة. قصص الحسد كثيرة جدا، وأحاول أذكر قصة أو قصتين. المحتصم عباس المعروف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. قاتل الله الحسد ما أعدله. المحتصم العباسي أحب لأحد البدو الأدباء فقربه إليه لأدبه، كان أديب هذا البدوي وانطى أحد قصوره ونقل عائلته هذا البدوي، وكان يوميا في الليل يسامر هذا البدوي وينشد من الشعر، فكان يستأنس المحتصم. طبعا أحد الوزراء حسد هذا البدوي، قال لك هذا بدوي جاء من العراق يقرب الخليفة بهذه الصورة، وأنا درست وتعبت وما أشوف اللي يديك الوجاهة مثل ما هذا إلا أدبر له في الشغلة كون أدمره. حسده يعني بالنتيجة، فعن طريق جاريته، عن طريق جارية الوزير استطاع أن يزور كتاب إلى وأوصله إلى الخليفة بأن خلاصة الكتاب بأن هذا الوزير هذا البدوي يقول في فم المحتصم رائحة كريهة لا أطيقها، ولكن أنا مجبور أن أروح يمه يطلب مني أن أشد الشعر. فالمحتصم تخبط قال عجيب، أنا هذا اللي جبته من البدو وسويته آدمي ودللته وطيت أحلى القصور، يقول هكذا بسيطة. طبعا سوى هذا الوزير، دعا البدوي إلى بيته وأكثر من الثوم في الطعام، أكثر من الثوم، وميل البدو المسكين شنو القضية، وراح كالعادة تلك الليلة للقاء المحتصم. فكان عندما يتحدث يضع فمه هكذا، فالمحتصم قال لك هذا طلع صحيح، أنا سابقا ما كنت منتبه، بدليل هذا عندما يتحدث يضع يده هكذا معنى ما يريد يشتم راحة فمي، بينما هو البدو يسوي هالشكل حتى لا تصل راحة الثوم إلى الخليفة، ولكن الخليفة فهم الأمر بالعكس بناء على هذا الرسالة والتقرير اللي دزوا إليه. فقال نعم الآن أصبح عندي يقين بأن هذا البدوي قد قال هذا الكلام ضدي، فكتب كتاب إلى البدوي وقال له تأخذ هذا البدوي هذا الكتاب إلى المدينة الفلانية. إيش كتب بالكتاب؟ كتب إلى وكيلة في تلك البلدة، إذا وصلك حامل الرسالة حين يصل أقطع رقبته. فالبدوي طبعا ما يدري شنو الكتاب، بنا باحتبار يدري هذا الخليفة يحبه ويقربه، قال لك أكيد مطيني أرض مطيني كذا. فأخذ الكتاب بالأثناء التقى به الوزير، قال أين؟ قال له بأنه الخليفة أعطاني كتاب بأن أذهب إلى المدينة الفلانية. فشفكر الوزير، فكر بأن هذا الكتاب اللي أعطاه الخليفة أكيد بمالية كبرى، أما أراضي أو أمال أو ذهب أو فضة أو إلى آخره. ف
فش قال لي البدوي، قال لي شنو رأيك أنا لو أعطيك 2000 دينار وتنطيني الكتاب أنا وديه لهذه البلدة وأنت تروح مرتاح مع عائلتك. قال لي أنا أقبل. فانطار رسالة وسلمت شيك ب2000 دينار وراح البدوي قعد في بيته، وراح الوزير إلى تلك البلدة. ما إن وصل انطاها للوكيل، وإذا الوكيل يصيح آتوني بالسياف. فهذا طار عقله، أي سياف؟ جاء سياف، قال أقطع رقبته. كاد الوزير أن يفقد عقله. قال له اعطيني مجال كيف؟ قال له لا كيف ولا هاي، الأمر يقول مجرد أن يصل كتاب أمر الخليفة أن أقطع رأسك. وفي الحقيقة ما انطار مجال، قطع رأسه. وإذا بعد 3 أيام يتفاجئ الخليفة، جاءه البدوي فتعجب، قال سبحان الله شنو هاي، رجعت للحياة؟ هذا المفروض يقطعوا رأسه، كيف شنو صار؟ وفي نفس الوقت فقد الوزير. بالنتيجة تبين للخليفة كل اللعبة اللي سواها الوزير، فقال نعم يستحق القتل. وهذا مصداق لحديث الإمام أمير المؤمنين، قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. الشيء العجيب، الناس حتى على الأشياء المحزنة يحسدون، حتى على الأشياء المحزنة يحسدون. هذا واحد بالبصرة كان يشتكي من جيرانه وشتم بيهم، فجاءه واعظ قال له ليش شتم جيرانك؟ قال له في الحقيقة دول يحسدوني. قال له على شنو يحسدوك؟ قال يحسدوني على الصلو. قال له شنو؟ قال له الصلو أن أصلب. قال له معقولة؟ قال له تفضل معي. فراحوا أخذه، قعد هذا الرجل أمام بيته، جلس جلسة الحزين. فيجوا جيرانه قالوا له ايش فيك؟ قال لهم في الحقيقة البارحة جاء كتاب من معاوية يقول أنا أصلب مع مالك ابن المنذر وسليمان ابن قبة، شخصيات كبيرة من أهل البصرة، وفلان وفلان. قالوا له قاتلك الله أنت تصلب مع هؤلاء الكرام ولا كرامة لك، والله ما تستحق أن يصلبوك معهم. فالتفت إلى الواعظ قال له انظر، شفت حتى على الصلب حسدوني لأن صوروا أنا أصلب مع مالك بن المنذر وسليمان بن قبة. فالناس حقيقة حتى على الأشياء المحزنة يحسدون. آخر قضية أختمها بالحسد، الإمام الصادق عليه السلام صاحب الذكرى يقول اتقوا الله ولا يحسد بعضكم بعضا. يقول من صفات عيسى عليه السلام كان يكثر السياحة. في يوم من الأيام خرج وكان أكو رجل قصير دائما يلازم عيسى عندما يخرج يسافر، فخرج معه ذلك الرجل القصير إلى أن طريقهم واجهوا بحر، فقال عيسى بسم الله على صحة يقين، فمشى على الماء، مشى على الماء. فهذا الرجل القصير عندما شاهد عيسى قد اجتاز وصل إلى نصف البحر هو بعده، أيضا قال بسم الله على صحة يقين، فأخذ يسرع على ظهر الماء إلى أن وصل إلى عيسى، فأصابه العجب. قال إذا شنو الفرق بينه وبين عيسى؟ هذا روح الله قال بسم الله ومشى على الماء، أنا قلت بسم الله ومشيت على الماء. فهل أثناء غطس فاستجار بعيسى فأخرجه عيسى، قال ماذا قلت يا قصير؟ قال له في الحقيقة يا نبي الله أنا قلت شنو الفرق بيني وبينك؟ أنت روح الله مشيت على الماء وأنا إنسان عادي مشيت على الماء. فقال له لقد وضعت نفسك في الموضع الذي لم يضعك الله فيه فاستغفر لربك. فتاب الرجل إلى ربه. فالإمام الصادق عليه السلام يقول اتقوا الله ولا يحسد بعضكم بعضا. أرجع إلى وصية الإمام، ومن مد عينيه إلى ما في أيدي الناس مات فقيرا، ومن سل سيف البغي قتل به. في الحقيقة سنة من سنن الله هذا الحديث، يشبه من حفر بئرا لأخيه وقع فيه. بالمناسبة
في يوم من الأيام مر واحد على امرأة قاعدة على قبر تبكي. قال هذا شو يصير منك؟ قالت له هذا زوجي. قال له ايش كان يسوي؟ شنو شغله كان؟ قالت له كان يحفر قبور. قال له قتله الله، ما كان يعرف اللي يحفر الحفرة راح يقع فيها هذا، لأنه كان حفار قبور. فقول الإمام سنة من سنن الله، من حفر بئرا لأخيه وقع فيه، ومن سل سيف البعض قتل به. القصص كثيرة جدا والحوادث كثيرة جدا في هذا الجانب. حديث للنبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله يقول ثلاثة من سنن الله، يعني سنن الله لابد أن تحدث بالدنيا قبل الآخرة. القاتل يقتل وإن طال الزمان، والعاق لوالديه يعقه أبناءه، والمحتدي على شرف الناس يحتدى على شرفه. مثال على القسم الأول، القاتل يقتل وإن طال الزمان. الواثق العباسي هذا عين محمد ابن عبد الملك، نسيت اللقب، اللقب مالته كلش مشهور، عينه والي في إحدى المدن وأعطاه مطلق التصرف، محمد ابن عبد الملك، نعم، وأعطاه التصرف في كل ما يريد. طبعا هذا الرجل ارتكب من الجرائم الشنيعة في مع الأبرياء، كان يجيب المسجون مسوي له تنور ومخلي بالتنور بسامير، يدخل المسجون داخل التنور ثم يضرب بالسياط، عندما يتحرك تبدأ البسامير تؤذي به من كل جانب. ليش ما توفى الواثق؟ فإجى المتوكل فغضب على محمد بن عبد الملك الزيات، الزيات محمد بن عبد الملك الزيات، فغضب عليه فصادر كل أمواله، كل أمواله لم يبق عنده شيء، ثم وضعه في السجن. في أيام الأولى كان مطلق، يعني غير مقيد اليدين والرجلين، ثم أمر بتقييد يديه ورجليه، ثم أمره بأن يسهروه ما يخلوه ينام، بس ينام يضربوه، ثم قيدوا يديه ورجليه وبدأوا يخلوه في نفس الصندوق، في نفس التنور، في نفس التنور، يدخلوه داخل التنور ثم يضربوه بالسياط، إلى أن كان كما يذكر المؤرخون كان يبكي البكاء الشديد ويقول هذا جزاء ما كنت أفعله، إلى أن مات، مات في السجن، وكان أولاده اثنين عنده أيضا في السجن، فأخرجوا أولاده حتى يغسلون أبوهم، فخلوا له باب، جابوا لهم باب في باب السجن، وطلعوه بقميصة المتسخ جدا، غسلوه ثم حفروا له حفرة لم يعمقوها، حفرة بسيطة، دفنوا أبوهم هناك، فجاءت الكلاب فأزالت التراب فأكلت. هذا محمد بن عبد الملك الزيات للجرائم التي ارتكبها في حق الأبرياء من القتل والسجن، سلط الله تعالى عليه من جازاه بما كان يعمل، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن خالط السفهاء حق، ومن جالس العلماء وقر، ومن خالط السفهاء. طبعا اكو امثله على اللي يقتدي على شرف الناس بس وقت ماكو، واكو امثله على اللي يعق والديه، امثله وقصص حقيقيه بس وقت ماكو، وانما حتى ننهي الموضوع. القسم الرابع من وصيه الامام او نصيحه الامام، ومن جالس العلماء وقر، ومن خالط السفهاء حقر. في الحقيقه اقول يكفي العلماء، خصوص العلماء الربانيين، يكفيهم قول الله تعالى، هناك عدد من الآيات والأحاديث النبوية من ضمن الآيات الكريمة، الله تعالى يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يعني الله تعالى خلى نفس ذاته مع الملائكة ومع العلماء لإقامة القسط في الأرض. وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله إنه قال مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها أهل البر والبحر،
وإن الملائكة حتى الحوت في البحر تدعو أو تستغفر لطالب العلم، من سار مسيرة يطلب فيها علما سار الله به إلى جنانه، وإن الملائكة تستغفر لطالب العلم إلى آخر حديث الإمام في هذا الجانب. حديث آخر يقول: من سلك طريقا يطلب به علما ليحيي به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة في الجنة. هذا مقام العلم والعلماء. أما قول الإمام: من جالس السفهاء حقر. السفيه كما تعلمون وتكرمون، السفيه الذي لا يحسن التصرف في الحقيقة، مو بس في أمواله، حتى في علاقات الاجتماعية، حتى في علاقات الأسرية، وغالباً ما يكون السفيه أحمق. فالإمام الصادق عليه السلام يقول: من جالس العلماء وقر، ومن خالط السفهاء حقر. لأن السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، وأكيد اللي جالس السفيه راح يتأثر به، إلى أن قال الإمام عليه السلام: وإياك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله. في الحقيقة كما يذكر القرآن وكما تذكر الأحاديث، الله تعالى لعن الظالمين فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، الظالمين ظلمات يوم القيامة. طبعاً يصور بعض الناس بأن الظلم ظلمهم الطغاة فقط، هم الجبارين فقط، لا. في الحقيقة قد تلقى إنسان صائم مصلي ولكنه يوم القيامة يحشر مع الظالمين. عن الإمام أو عن النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله يقول: قد يكون الرجل ليس معه غير أهله ويحشر مع الجبابرة، فقيل: كيف يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: إنه يكون جبارا عليها، جبار على أهله فيحشر مع الجبابرة. يعد من الظلمة من يفرح بحزن أخيه المؤمن. إذا واحد مؤمن يصاب بمصاب ويفرح البعض لحزن هذا المؤمن، في الحقيقة الأحاديث تقول هذا يحشر مع الظلمة. من خاف الناس باللسان كما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله فهو من أهل النار. وورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله: من روى رواية على أخيه المؤمن يريد بها شينة وهدم مروءته أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان. في الحقيقة بعض الأحاديث مخيفة جدا، من ضمنها هذا الحديث إلى واحد يريد يقلل من شين أخوه المؤمن، هدف هذا، يجيب أحاديث، يجيب أكاذيب ويفتري حتى يقلل من شينه. يقول النبي الأكرم: صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله: إن الله يخرجه من ولايته، يعني مو الله يصبح وليه، وإنما الشيطان يصبح وليا. فالظلم ظلمات يوم القيامة. وتعال معي إلى ظلم بني العباس، يعني وصل الأمر، أخذ الناس يرددون قول الشاعر: يا ليت جور بني مروان دام لنا، ويا ليت عدل بني العباس في النار. الإمام الصادق عليه السلام عاصر بني أمية ما يقرب من 50 عام، وعاصر بني العباس ما يقرب 15 عام. وفي الحقيقة عندما نقرأ في كتب التاريخ يشوف الفترة رغم قصرها اللي عاصر بها بين العباس والعباس السفاح والمنصور، يقول لك الإمام كانت أشد وألم عليه من فترة بني أمية. الجرائم التي ارتكبها بين العباس في الحقيقة كانت شنيعة. المنصور الدوانيقي بالخصوص هذا كان معروف ببغضة للنبي صلى الله عليه وعلى آله. الواقع ما ترك جريمة، حدث التاريخ، كل كتب التاريخ يقول لك كان يجيب العلويين بالعشرات وبالمئات يضعهم في السجون، كان اللي يموت منهم من التعذيب يتركوه بين الأحياء حتى يتأذون من رائحته.
وهكذا إلى أن في يوم من الأيام أمر بأن يهدم السجن عليهم. كم قتل من أبناء الحسن عليه السلام، كم قتل من الطالبيين. حديث الخزانة المشهور الذي أوصى إلى الخليفة من بعد إلى المهدي وأعطى المفاتيح إلى ريقة زوجة المهدي وقالها لا تفتحوه إلا أن تتأكدون من موتي. وطبعا كان يتصور المهدي وزوجته لأنه بي من الذهب والفضة ومن الدرر، وإذا بهم بعد ما مات فتحوه وإذا يشوفون بي المئات مملوءة من الطالبيين والحسنيين قتلى، وكل واحد مخلين اسمه في رقبته فانصدم. يعني قلت المهدي ارتاح عندما رأى هذا المنظر. طبعا المنصور عندما يسوي هذا العمل الإجرامي يريد يشجعه على ارتكاب الشدة والإجرام مع أهل البيت النبي. بلغ من حقد المنصور على الإمام الصادق عليه السلام أن كتب إلى واليه على المدينة سليمان بن محمد أمره بأن يحرق دار الإمام. فجاء هذا الرجل ومعه جماعة فوضعوا الحطب في باب دار الإمام ثم أضرموا النار فيها، وعندما اشتعلت النار في الممر الذي يؤدي إلى الغرف في دار الإمام خرجنا العلويات يتصارخن ويتباكين، فخرج الإمام الصادق عليه السلام وجعل يطفي النار حتى قضى عليها. طبعا في اليوم الثاني جاء أبو وصير وبعض شيعة الإمام حتى يواسون الإمام على هذا الأمر اللي صار. شافوا الإمام بادع لآثار الحزن دموع جارية، فقال له أبو بصير يا ابن رسول الله هذه مو المرة الأولى التي تحرق فيه دوركم أهل البيت، ما هذا الحزن، ما هذا البكاء؟ فقال الإمام الصادق يا أبا بصير عندما اشتعلت النار في الدار رأيت نسائي وبناتي يتراكبن من حجرة إلى حجرة ومن مكان إلى مكان وأنا معهن، فتذكرت فرار عيال جدي الحسين يوم العاشر من المحرم عندما هجموا عليهم والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين. ماذا حدث ذلك اليوم؟ بعد قتل الإمام الحسين هجم القوم على خيام أهل بيت النبوة، تسابقوا على سلب النساء، يأتون إلى الإمرأة يأخذون مقنعتها ثم يأخذون ما في يديها من الذهب، ثم أضرموا النيران في الخيام حتى كانت امرأة من آل بكر بن أبي وائل عندما رأت هذا المنظر تسلب نساء الزهراء بنات النبي ولا مدافع ولا محامي عنهن، قالت ويلكم يا آل بكر بن وائل أتسلم نساء رسول الله ولا مدافع يدافع عنهن؟ ألا من يأخذ بثار رسول الله؟ يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة ينخل العدو شيمة، كل خيمة تشب بنار رداً ضربة للهيمة. ليلة الحادي عشر اللي يوم العاشر ليلة 11 محرم أعظم ليلة مرت على آل محمد، الأسادة الطاهرة الزكية المطهرة مخضبة بدمائها ملقاة على رمضاء كربلاء مقطعة الرؤوس، الخيل قداس الصدر أبي عبد الله وأهل بيت حتى سحقتهم، صراخ أطفال عويل يتامى، النساء بين نادبة وباكية وصائحة لمن تشكو زينب هذه الآلام. أرسل إليهم تلك الليلة عمر بن سعد أحد جند فما أرأته زينب، قالت من أنت؟ قال أنا من جند عمر بن سعد أرسلني إليكم لحراستكم هذه الليلة. بكى زينب وصاحت وأخاه وعباسا، قالت لأنت بعد عين أبو فاضل جاي تحرسنا هذه الليلة. توجهت زينب إلى أرض الغليل
إلى حاضر الشدات إلى أبيها أمير المؤمنين تقل أبويا علي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم ادخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. رب وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا يا رحمن الدنيا والآخرة. المؤسسون لهذا المجلس الأخوة الأفاضل الأخوات الفاضلات اللهم تقبل أعمالهم شافي مرضاهم ارحم موتاهم اقضي حوائجهم. والفاتحة إلى أرواح أماتكم ومن مات على الإيمان تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.